طبعا واحدة من الأمراض اللي لازم احنا ننتبه لها، وخاصة ويعني أقرأ لكم لأن اختارتوا هذا الموضوع، وخاصة بفترة الزيارة اللي بيها تشوفون أعداد كبيرة من الزوار، بالإضافة إلى تغير مصادر الطعام، تنوع مصادر الطعام، عدم قد تكون طبعا هو وجود أكيد فرق رقابة صحية اللي تتابع أهمية ونظافة الأغذية لكن وسلامتها وأمونيتها، لكن لازم الشخص يكون أكثر وعي باختيار وانتقاء الأطعمة اللي يأخذها. طبعا الكوليرا هو طبعا أكيد مرض بكتيري معدي يصيب الأشخاص بصورة عامة، الكل مهيئ والكل معرض أنه يصاب به، ما عدا الأطفال الرضع اللي تكون أكيد تغذيتهم عن طريق الأم فقط، ولا الباقي الكل معرض للإصابة به. طبعا هذا راح تكون أكيد يكون أهم الأعراض اللي أعاني من أدها هو إسهال حاد مائي يكون لونه لون الحليب الباهت أو يسميه هو عادة إسهال يشبه ماء الرز. نعم. بالإضافة اللي تكون آلام تكون العفو هذا الإسهال يكون غير مصاحب بآلام بالمعدة. يعني هذا اللي فرقه عن باقي أنواع الإسهال. إذا هو مرض وبائي أو مرض انتقالي يصيب الجهاز الهضمي. مهم جدا طبعا وخاصة بهاي الفترة الشخص إنه يحذر بالطرق العناية والنظافة الشخصية وغسل اليدين واختيار الأكل والماء. دكتورة، المشكلة أنه هذه الأمراض الانتقالية أو هذه الفيروسات هي تهاجم جسم الإنسان وتهاجم الجسم المناعي أو الجهاز المناعي عفوا بشكل مباشر، ما أكو تنبؤ مسبق بها ممكن من خلال تحليل أو غيرها من التفاصيل. فشلون ممكن الواحد يستعد أنه يأخذ احتياطاته وتدابير اللازمة؟ أكو اليوم مع تطور الطب صار ممكن تحليل أو فحص ممكن يصير يتنبأ به الشخص باحتمالية وجود الفيروسات؟ طبعا الفيروسات هي موجودة وموجودة وسواء على تنوعها كأمراض انتقالية أو أمراض معدية اللي عندك إياها الحمى النصفية واللي هي أيضا موجودة وتسجل إصابات، موجودة الإنفلونزا بأنواع واللي عادة ما تصاب بها الشخص ممكن سنويا، وخاصة مع تغير الجو تغير المناخ وخاصة في فصل الشتاء أكيد الكوفيد الكورونا وجود متحور جديد، بالإضافة إلى الكوليرا واللي عادة كانت تأخذ أوقات معينة من وقت السنة، لكن إحنا نسجل إصابات على مدار السنة بها مع اختلاف عدد الإصابات أكيد على مدار السنة. نعم. لكن أكيد تبقى الإجراءات الوقائية، احنا دائما نقول إجراءات الوقائية، إجراءات الوقائية، الثقافة الصحية، نحاول قدر الإمكان نقضي أو يعني على يعني يكون عندنا محو أمية للمعلومات طبعا اللي تكون غير صحيحة، نحاول أن تكون قدر الإمكان نغير هاي الثقافات ونوصل إلى ثقافة صحية يكون الشخص المعلومات هو قادر فعلا باختياره، هو يعرف الصح يعرف الغلط يعرف شنو الإجراءات اللي ممكن أنه يتبعها، فبالتالي يوصل إلى طبعا مناعة وصحة سليمة. طبعا أكيد موجودة اللقاحات، أكيد موجودة تحاليل ممكن أنه شخص يعرف هو مصاب أو غير مصاب.